يعني يبقى كيبان للراجل فحال بروجي عنده. بالنسبه لي انا خاون تاع شي بنت الناس لا تفهمني وانا فاهمها تسال حتى 100% ماشي 50%. تبار 35 عام بنادم ما كيفكرش حتى في الزواج 30 29 فهمتيني كيفاه؟ اي اضعف الايمان تاع المسؤوليه ديالك كراجل بداو كيمحيوها نهائيا. خاودي لي عن سقسك علاش الشباب رجعوا كيخافوا من الزواج دابا؟ هو الصراحه على حسب هادشي المدوله وهادشي هذا يعني كلشي كيخاف صراحه الله. انا بدي من ديك الناس اللي دابا كيخافوا من الزواج اخي والله. علاش كتخاف من الزواج؟ واش غنقول لك؟ هادشي هذا اللي كنسمعوا دابا راه اي واحد يخاف راه نسينا وتكون فهمتي دابا تقدر تجوج وكذا و... يعني رجعت واحد الفئه بعد بنات رجعوا كيتزوجوا اون فوا كيولدوا مع الراجل كذا هما كيطلقوا الطلاق بدون سبب فهمتي كيفاش؟ يعني بقى كيبان للراجل فحال بروجي عنده فهمتي كيفاش؟ يعني كيبان للراجل فحال شي برودكتو فحال شي بروجي يعني صافي دوز به الوقت دوز به الوقت يخلص لها النفقه وكذا وهذه. وكاينين وتحياتي بنات الناس يعني كاينين بنات الناس. دابا الزواج انت وزهرك زهرك طلب زهرك اه. بالنسبه لي انا ما كنخافش من الزواج. يعني كتفكر تجوز؟ كنفكر نتجوز انا القدام ضروري فريضه علينا خاف. والشباب اللي كيخافوا يزوجوا علاش في النظر ديالك كيخاف؟ انا كيبان لي تقول العقول الضعيفه كيفكروا هيدا وسالم قال لك حقا قانون خرج جديد خصك ساعتين المراه 50% ما 50%. بالنسبه لي انا خاون تاع شي بنت الناس اللي تفهمني وانا فاهمها تسال حتى 100% ماشي 50%. المشكله هي تطيح في شي وحده اللي على بالك. إيه. فهمتي؟ اما من ناحيه الجواز الخاوه انا ما عندي شي مشكل قريبا ان شاء الله. وعتعرفنا ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بكم. واش غنقول لك دابا الشباب رجعوا كيخافوا من الزواج بزاف فهمتيني كيفاش؟ يعني حتى الخدمه يعني اللي كيخدم فيها يعني كيدخل لواحد البلاصه يعني ما ضامنش راسه واش غيبقى فيها ولا ما غيبقاش. اغلبيه النساء خدامين فهمتي؟ تبار 35 عام بنادم ما كيفكرش حتى في الزواج 30 29 فهمتيني كيفاه؟ تينا مجوج ولا لا والو باقي باقي كتفكر ولا انا خوف لا سواء الصالير لا قد الحال بغض النظر على الصالير دابا فين هي الخدمه؟ هذه النقطه الاولى اذا ما كانتش الخدمه كيفاش تمنتينا تحمل مسؤوليه؟ وزيد عليا النقطة حاليا ما عرفتش واش المسؤولية واش المسألة صح أو لا على اللي كيقولوا هاد المدونة هاد الأمور اللي كيتاخذوا جديدة واش بصح أو لا. إذا مش هاد بصح تاخذوا هاد القرارات هادو بصح وصدقوا عليهم شكون مع مع العقل ديالو ممكن أنه يتخذ القرار لا أنا ممكن نتزوج مستحيل. يعني هما دابا خوفانين من الزواج. حاجة طبيعية هو الزواج حد ذاته رجع لحد الآن مسؤولية اللي قليل وحق إلا القليلة اللي ممكن نتزوج. خاينتينا تجوج تنوض لعاسك تعطي 21% من الصالير ديالك اون بليس خصك توفر لها السكن اون بليس رجع ما عندك شيء هي اضعف الايمان تاع المسؤوليه ديالك كراجل بداو كيمحيوها نهائيا. قال لك ما استطاع منكم باء فليتزوج وانت ناوي ما عندكش الباء باش تزوج فهمتيني للاسف لعاسك دابا هو الحلال راه الضو حرام.